الوقفة التضامنية التي حضرت إلى مكان اعتقاله ترقبا لإطلاق سراح أحمد منصور بعد أن قررت السلطات الألمانية الإفراج عنه بعد احتجازه من دون توجيه أي تهمة له. أطلق سراح أحمد منصور بعد لقائه المدعي العام الألماني بعد احتجازه في سجن مؤبيد في برلين، برلين التي شهدت خروج مظاهرات بالإضافة إلى باريس أيضا، عواصم أوروبية وعربية شهدت وقفات احتجاجية وتظاهرات منددة باحتجاز أحمد منصور الذي هو الآن غارق في بحر من الهتافات والمهنئين بخروجه من هذه القضية. منظمات طبعا عالمية وحقوقية شجبت توقيف الزميل أحمد منصور، وكانت في مقدمتها منظمة مراسلون بلا حدود. إذن أحمد منصور حرا الآن، ونحن نتابع هذه الصور. أولى الكلمات التي قالها أحمد منصور: أشكر فريق الدفاع الذي قضى معي وقتا طويلا، وأشكر كل أحرار العالم الذين وقفوا معي. تم توقيف أحمد منصور في مطار برلين وهو يغادر ألمانيا بعد ظهر السبت. هو يستقل السيارة الآن لينتقل إلى مكان آخر، يلامس المؤيدين والمريدين الذين حضروا. طبعا الشرطة تقوم بحراسة أحمد منصور والتأكد من أنه دخل هذه السيارة كي يغادر بأمان. إذن ونحن نتابع هذه الصور، هذه سيارة أحمد منصور تغادر مكان احتجازه. طبعا أحمد منصور حرا طليقا الآن دون توجيه أي تهمة له بعد أن تم احتجازه بعد ظهر السبت خلال مغادرته ألمانيا عبر مطار برلين بعد أن أجرى لقاء تلفزيونيا مع إحدى الشخصيات الألمانية. سعد جبار الخبير في القانون الدولي ينضم إلينا.